أغلى دقيقتين في عالم الخيل أمام عراب الرؤية. سيدي ولي العهد، قال السعوديون كل شيء يبدأ برؤية قدمتنا للعالم والتغيير الذي تراه. دعنا في هذا المساء نساهم فيه. سينيور بيسكادور مجلجل يعدو بكرم العرب لخيلها، قاطعا أمتار السباق ومستعرضا إرث عبية وطويق والسروات ومنيفة، يلمح في خط النهاية المستقبل حيث نيوم والبحر الأحمر والمسار الرياضي. يا سيدي الخيل في مهدها، بدعمك وتوجيهك وتنفيذ شعبك ومشاعر السعوديون تمثلها ابتسامة شرف الحريري وكلمات حمد آل رشيد. اهلا بكم في كاس السعوديه عشباتي صور قادم. سينيور بيسكادور سعود كرون يحافظ، هافورلونج اخيره، هافورلونج عظيمه تحدد المصير. سعود كرون تقدم وسع الفارق، عشباتي صور قادم سعودي. سينيور بيسكادور عشبة سينيور بيسكادور، يا له من انتصار، يا له من صفقه مدويه. سينيور بيسكادور، السعودية تنتصر للمرة الثالثة على التوالي. بالفعل السعودية تنتصر لثالث مرة الكأس السعودي. السعودية العظمى، أهلا بالعالم في كأس السعودية برؤية زعيم شباب العالم رمال الجنادرية، تحتضن العالم بالعراقة والأسارة. سينيور بيسكادور الجواد السعودي لمالكه شرف الحريري بصفقة مدوية هدت أسواق الخيل الأمريكية، ولكن هنا في السعودية يذهب الكأس ويبقى في أراضي الجنادرية، يبقى في السعودية. سينيور بيسكادور دخول أكثر من رائع، دخول مميز، انقض في آخر الأمتار. الثالثة ثابتة، الثالثة سعودية، الكأس سعودي، بقي في السعودية. يا له من انتصار رائع وزمن مميز، دقيقة وتسعة واربعون ثانية وواحد وخمسون جزءا من الثانية. يرعى في هذه اللحظات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كأس السعودية. أهلا بكم يا سيدي، أهلا بمن جعل طموحنا يصعد الجبال ويلامس السماء، ونكتب التاريخ الحاضر لأجيال المستقبل ليعلموا ماذا صنع السعوديون في رؤيتهم وطموحهم وقدراتهم وإنجازاتهم. أهلا نقولها يا سيدي من شواطئ نيوم إلى جبال العلا. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام يسلم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كأس السعودية إلى البطل شرف الحريري. ألف ألف مبروك للسيد شرف الحريري حصوله على كأس السعودية، وتحية من قائد الرؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أيضا مشاهدينا الكرام المدرب حمد آل رشيد الذي استطاع اليوم من خلال هذه الصفقة الكبيرة أن يحقق هذا الإنجاز الكبير للمملكة العربية السعودية، كأس السعودية من خلال البطل سينيور بيسكادور. ألف مبروك لهم كذلك مشاهدينا الكرام الخيال جونيور الفاردو الذي امتطى وبكل جدارة هذا الجواد الذي حقق الكأس المملكة العربية السعودية. صورة أيضا للتاريخ تسجل بمداد من ذهب. يستاهل 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 في شرف الليث الأسد هذه الكأس وفي لوحة الشرف الكبيرة لأمسية كأس السعودية. ألف مبروك على هذا المشهد لرئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل. كل الشكر والعرفان على ما قدم وبالتعاون مع وزارة الثقافة في صناعة إرث رياضي ونافذة ثقافية تعكس روح مملكتنا الغالية، هويتها الوطنية وتنوع نسيجها الحضاري والأفق الممتد للأزياء التقليدية السعودية، البشت والعقال المقصب وسط حضارات العالم أجمع وتحت أنظارهم نصعد إلى المنصات. هذه الفكرة التي بدأها سيدي ولي العهد بأن يكون للسعودية أعظم ما تتنافس عليه الخيل